في البدايه كده كلمتين من قلب الحبيب الملايين، اللي بادبه واخلاقه بينصر وينشر القضيه والدين، اللي خد انذار لما نشر على تيشيرته دعمه لفلسطين، واللي في القاء ترك الاستديو عشان مشجع وهو حزين، واللي اتكلم لما شاف شاره للعيبه شايله رمز لعيب، والابن فطرته سليمه ومش هجين، ما قدرش يسكت واتكلم وجاب ادله وبراهين، وبين ان الفعل ده محرم ومجرم عندنا وشيء مشين، ولو قعدت اكتب واتكلم عنه مش هيكفيني فيه دواوين، ولو استقصينا شعبيته مش هيكفيها ميادين، اكيد دلوقتي انتوا عرفتوا هو مين، فعلا هو وتريكا شفط الاكسجين والناجي من كل كمين، هو المؤدب المثقف الخلوق الفطيم، ولانه علامه صالحه وشامه فوق الجبين، كلمته بتهز دنيا وتقلب الموازين، زي ما حصل في اخر تحليل في الاستوديو وحضراتكم متابعين، وكل ده كلام جميل ويستحق عليه التكريم والتعظيم والتفخيم، لكن اللي مش جميل ومن رابع المستحيل اننا نتفرج من بعيد لبعيد، لازم ندعم الراجل ده ونكون حصن ليه زي الفولاذ والحديد، لان اعداء الفطره السليمه واللي هو اتكلم عنهم بالتحديد لازم هيتوعدوه مره بالتجريح ومرات بالتهديد، وطبعا كالعاده هينفخوا عن طريق شياطينهم في النار، ظنا منهم ان شعبيه ابو تريكه هتنهار، غلبانين ومساكين وما يعرفوش ان ياما حاول قبلهم اصحاب القنوات الفضائيه والاقمار، لكن المشكله اللي بتواجههم ان ابو تريكه واحد مننا، وبحقه حقيقي هو معشوق الجماهير وكلامه وقضيته تهمنا، فانتبه منك ليه يا عمنا، وما تخليهمش ينجحوا في زرع سم كراهيته في قلبنا، لازم نكون واعيين وصحيين لاعداء الدين اللي بالعباد والبلاد متربصين وبيحاولوا يشوهوا كل حاجه حلوه في حياتنا، واللي بيعتمدوا على عدم وعينا مره ومرات ومرات على سكتنا. ادعموا قضيه وموقف ابو تريكه للاخر، اللي بقلمه واللي بفنه واللي بشعره الساخر. مش عاوز اطول عليكم، والحقائق باينه قدام عينيكم، اوعوا تخليهم يضحكوا عليكم ويتسللوا بالباطل اليكم. وفي اخر كلامي بوجه لابو تريكه تحياتي وسلامي، وبقول له ان شاء الله انت هتفضل منصور وعدوك هيفضل مقهور، وانت هتفضل مشهور وهو هيمشي ويغور، وان كان مش هيبطل يلف ويدور، وهيقف يتفرج على حب الناس ليك من ورا السور، وخليهم كده الشيطان قاعد ينططهم، ما يعرفوش ان 10 20 من حبايبك اصحاب الاوزان الثقيله ممكن تساويهم بالارض وتبططهم، ربنا يحولهم لقرود ويسخطهم، اضحك يا عم اضحك جاهم قرصه تحت بطهم، وربنا بعت لهم الفنان علشان يمرمطهم. يا حبيب الملايين اطمن كلنا بنسندك، حتى لو اجتمعت كل الفضائيات وقررت تعنك، يا ماجيك وانت فكره صالحه والكل فهمك ووعاك، وان الكل اتخلى عنك وسابك كفايه ان دكان الفنان معاك، فهل هتنتصر يا غالي؟ ولا الطوفان عالي والكل هيقول انا مالي؟ يلا ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله على خير.